معانا المدرب العام لنادي الزمالك اتفضل قلب الأسد، اتفضل نبارك له ونقول له اتفضل. مبروك مع زميلنا مراد أبو جلال من أرض الملعب. يا مراد طبعا بنقول لك قول لي المدحت مبروك، مجددا من ومباراة استاد القاهره الدولي، برحب بيك كابتن طارق يحيى، برحب بنجوم الاستوديو التحليلي وجميع مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. وعقب انتهاء مباراه نادينا العظيم نادي الزمالك مع نادي طلائع الجيش بفوز غالي وعزيز لنادي الزمالك واضافه 3 نقاط جديده مهمه جدا يا كابتن طارق، معي ومعكم الان طبعا قلب الاسد كابتن مدحت عبد الهادي. طبعا كابتن مدحت برحب بحضرتك عشان اشكال الزمالك، تحيات طبعا كابتن طارق والضيوف في الاستوديو. تحياتي ليك طبعا مراد، وتحياتي للاستديو وكابتن طارق وكابتن اسماعيل وكابتن احمد عبد الحليم وعبد الحليم علي، تحياتي ليهم طبعا واقول لهم مبروك. مبروك لجماهير نادي الزمالك، ومبروك للعيبه، ومبروك للجهاز الفني، ومبروك لمجلس الاداره اللي بيساند رغم كل الظروف اللي احنا عايشين فيها. اقول طبعا مبروك لكل زملكاوي واللي بيساند التيم في الوقت الحالي، لان احنا في وقت صعب بس احنا راضيين بيه. كابتن مدحت، يمكن فعلا زي ما حضرتك قلت مباراه عصيبه، واحنا بنعيش في نادي الزمالك اوقات عصيبه دلوقتي في كل حاجه، تعقيبك ايه يا كابتن على الفتره اللي بنعيش فيها في نادي الزمالك دلوقتي؟ لا والله احنا يعني احنا في ظروف صعبه جدا طبعا، واحنا الكلام ده قلناه والكلام ده هيتذاع قريب تاني برضو من خلال قناه نادي الزمالك. يعني امر واقع، يعني هنعمل ايه؟ من صغير لكبير محطوطين فيه، كلنا بنحارب فيها، كلنا بنحارب اللي احنا بيرجع استقرار نادي الزمالك رغم كل الظروف، كل الظروف المحيطه بنادي الزمالك اداريا ماديا بالنسبه للفريق الاول كره القدم، اي العاب ثانيه، كل اي حاجه، مجلس اداره، يعني حاجات كتيره جدا. اقول ان شاء الله احنا انا بحب كده، انا بحب التحدي يعني، والحمد لله احنا ماشيين في مسار كويس رغم ان حصل اخفاءات وكنا بنطلع ندافع، واللي كان بيهاجمنا كله ناس من داخل نادي الزمالك او محسومين على نادي الزمالك، وانا قلتها قبل كده مره واتنين، وتالت كابتن طارق موجود وكابتن اسماعيل وكابتن عبد الحليم علي بالاخص، هم الثلاثه عارفين الكلام اللي انا بقوله. هنمشي في نفس المسيره بتاعتنا بقيه الماتشات للدوري، ولو لينا نصيب هنطلع كل اللي عندنا، مش هنبخل باي تعب بالنسبه للعيبه اذا كان داخل الملعب او خارج الملعب. ده طبعا بعد كل الدعم والمسانده من مجلس الاداره، انا عايز اقول يعني ظروف وهتعدي، بس هتعدي بينا بسلام بشكل كويس، هتبقى في فرقه محترمه ان شاء الله في الوقت الجاي بالاخص في البطوله العربيه لو لينا نصيب ان شاء الله، هيبقى في شكل مختلف باذن الله. وانا شايف ان بيحصل اخفاءات، بس اخفاءات واحنا برضو بنحسن، يعني بنحسن من اي حاجه بتحصل، اي سلبيات موجوده بالنسبه للتيم احنا بنحسن منها، ومتهيألي الشكل باين النهارده حتى لغايه الدقيقه 87 او الدقيقه 86 متعادلين، بس شغالين الشغل بتاعنا ولغايه دي اخر دقيقه وكسبنا 2-0. عشان كده بقول بحيي اللعيبه والجهاز الفني وكل واحد بيتعب من خلال التيم. يعني انا برضو يا كابتن طارق زعلان منك برضو، وبقولها لك تاني حلقه وبقولها لك، انا زعلان منك برضو. واتجانا ازاي كابتن طارق يقول بعد ما يجي له التشكيل يقول هم يلعبوا بطريقه ايه؟ ما ينفعش كابتن طارق، ناس تانيه اللي تقول الكلام ده، ناس تانيه اللي من ساعه ما بدانا عماله تقول هم بيلعبوا انهي طريقه. ادام اللي مش عارف الطريقه في الاماكن، مش عندك انت كابتن طارق في الاماكن التانيه، اللي مش عارف الطريقه اللي بنلعب بيها ما يتكلمش، اللي مش عارف الطريقه ما يتكلمش، انما الطريقه بتاعتنا باينه وبنلعب بيها كل ماتش، بس النهارده كان في اختلاف معين، تركه معينه هي بتاعت فتوح، وانا ما رضيتش اقولها لك يا مراد قبل الماتش، واتعملت بنجاح بنسبه مثلا 80 85% واتنفذت وكسبنا المباراه وخدنا 3 بونت. هو نفس الشيب، نفس الشكل اللي بنشغل بيه كل المباراه. هو حقيقه الحق برضه كابتن مدحت، كابتن طارق بيبقى بيحاول يعرف مننا كمراسلين طريقه اللعب عشان يتكلموا عليها في الاستوديو بصراحه، يعني عشان بتتغير اوقات. لا هو كابتن طارق بيبقى عايز يعرف عشان بقى يدخل على كابتن اسماعيل وكابتن احمد وعبد الحليم يقول لهم بصوا هيلعبوا بكذا، على اساس اللي هو بقى قاري الدنيا كلها. لا مش هتعرف تقراها برضه يا كابتن طارق. ده حبيبك. لا ايدر حبيبك طبعا. لا طبعا ايدر وكابتن اسماعيل طبعا وكابتن احمد عبد الحليم وكابتن عبد الحليم علي طبعا، اقول لهم مبروك طبعا. الحمد لله احنا بننفذ على قد ما بنقدر مع اللعيبه على الشكل اللي احنا عايزينه. انا قلتها مره واثنين وثلاثه وهفضل اقولها يا مروان، المدرسه اللي شغاله دلوقتي مدرسه مختلفه، اول مره تشتغل في مصر، اول مره تشتغل في مصر، وبيشتغل بطريقه مختلفه جدا رغم ان في اخفاءات، في بعض الاخطاء بس بنصلح منها، ولما بنصلح وبنلاقي في الملعب اللي بتتصلح احنا بنبقى سعداء.
انت بتنفذ حاجه مختلفه. عشان كده انا بقولت ان الفتره الجايه احسن بالنسبه لتيم الزمالك. وحاجه ثانيه عايز اوضحها برضو، احنا النهارده داخلين مباراه النهارده ديت واحنا كل التيم موجود، كل التيم، كل الناس المقيده في تيم نادي الزمالك كانت موجوده في التمرين اليومين اللي فاتوا، يعني كل المصابين رجعوا، حتى كان اخر واحد فتوح. ناصر منسي موجود، عبد الله جمعه رجع ودخل التمرين الجماعي. عشان كده انا سعيد ان انت النهارده بقى عندك دكه تقدر تتحكم، وعندك ما تظلمش حد، عندك المنافسه بين واحد واثنين وثلاثه، عندك حاجات كتير جدا. فهمتني ازاي؟ عشان كده بقول لك انا سعيد ان النهارده اول مباراه دخلنا اللي احنا التيم كله بالنسبه لنا، حتى اختيار الراجل بالنسبه للقائمه واحنا رايحين المعسكر كانت صعبه بالنسبه له شويه، بس الحمد لله احنا ماشيين بسيستم، او الراجل ماشي بسيستم، مش هنقول بقى بنجامل ولا ظلم ولا لا، ماشيين بسيستم تنفيذ شغل من خلال المباراه. المنافس اللي قدامنا شغله ايه؟ بنشتغل على نفس الناس اللي موجوده. عشان كده الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اختيار القايمه واختيار اللعيبه واختيار التشكيل لغايه اخر دقيقه بالوقت الضايع، الواحد سعيد اللي احنا نجحنا في المهمه ديت، ويا رب اللي جاي بالاخص المباراه الجايه مباراه قويه، مباراه محترمه مع فرقه محترمه، فرقه الاتحاد، ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه وننفذ برده نفس الشغل ويكون المكسب بالنسبه لنا ان شاء الله. نطمن جمهور الزمالك كابتن مدحت على البطوله العربيه برده، عشان لنا شكل او وجه اخر في البطوله العربيه ان شاء الله. اكيد طبعا، اكيد طبعا، في كلام بقى لجنه الكوره بقى، كابتن اسماعيل موجود وكابتن طارق وكابتن احمد وابو حريان، الاربعه اللي موجودين في الاستديو طبعا، لجنه الكوره ان شاء الله يعني نعدي اللي جاي على خير باذن الله. هيبقى في مساحه كده عشان المنتخب مصر ان شاء الله عنده ماتش، هيبقى في قعدات وهيبقى في كلام، اذا كان في تدعيم جاي من 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 لعيبه محتاجين حد، الراجل لسه هنقعد نتكلم في حاجات كتيره، مش عايزين نسبق طبعا الاحداث. ان اهم حاجه مبروك النهارده، وقدامنا حوالي اربع ايام ان شاء الله نستعد للمباراه الجايه، مباراه قويه، مباراه مهمه بثلاثة بونت برضو. والاهم منها بعد الثلاثة بونت اللي احنا يبقى الشكل محترم والشكل كويس، بننفذ نحير الناس تيم نادي الزمالك بيلعب ازاي. كان نفسي اعرف والله يا كابتن من حضرتك. لا لا حبيبي، مبروك طبعا، ومبروك لكل زملكاوي، وتحياتي للاستاديو كله. مليون مبروك قلب الاسد، ودايما انت قد الصعاب، وتعودنا منك كلاعب وكمدرب. الحمد لله رب العالمين، ويا رب ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليك. شكرا. شكرا كابتن. يمكن كابتن طارق ده كان لقاءنا مع كابتن مدحت عبد الهادي عقب طبعا انتهاء مباراه نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش بفوز غالي وعزيز لنادي الزمالك بثلاث نقاط. طبعا بنوصل للنقطه ال 40، وان شاء الله باذن الله كل الامنيات الطيبه والتوفيق في المباريات القادمه للفارس الابيض. كابتن طارق اليك الكلام الان. بشكرك شكرا جزيلا زميلي المتالق دائما مراد ابو جلال من ملعب المباراه.